السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة معنا درس جديد وفكرة لكلية جديدة. النهاردة يا جماعة إن شاء الله نتعلم مع بعض درس جديد وفكرة لكلية جديدة. هنعمل بعض درس 3D بسيط جدا وسهل جدا. هنحتاج قطعة كرتون مستطيلة حسب المساحة اللي تشتغل عليها، كل مستطيل بتاعك كبير أو صغير. المستطيل بتاع النهاردة 33 سنتيمتر في 17 سنتيمتر تقريبا. الخطوة اللي جاية بمنتهى السهولة يا جماعة، نبدأ نقيس من الناحية دي كده 9 سنتي، تمام. وناخد علام، تمام كده، علام عند 9 سنتي دي كده 9 سنتيمتر، تمام. الناحية التانية من هنا من تحت في الناحية المقابلة يعني ليها هنقيس برضو 9 سنتي وناخد علام كده. يا جماعة عملنا متوازي مستطيلات. هنبدأ نوصل النقطة اللي احنا خدناها هنا بداية بالشكل ده. الناحية التانية نفس الحكاية. هنبدأ يا جماعة نفرغ المساحة دي، المساحة دي علشان نحصل على شكل متوازي المستطيل اللي حضراتكم شايفينه باستخدام مقص أو كتر. نبدأ طبعا يا جماعه بعد ما حصلنا على الصنبه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين بعد عمليه القص والتفريغ، انا هعمل مربع. المربع ده مش هعمله بطريقه عشوائيه، لا، انا هشوف الضلع اللي هيطلع معايا بعد القص طوله كام. مثلا الضلع ده يا جماعه طوله 19 سم، فانا هخلي المربع بتاعي كل اضلاعه 19 سم زي ما حضراتكم شايفين علشان يركب معايا على الصنبه الاولانيه كده. انا عندي الصنبتين، هشوف ازاي احنا هنشتغل بالصنبتين بتوعنا دلوقتي. نبدا في البدايه هنثبت اول الصنبه بدايه الجنب بالشكل ده، تمام. هنثبتها ونبدأ نعمل خطوط من كل ناحية. تمام كده، بعد ما خططت بالاسطمبة المتوازية يا جماعة هاخد المربع بتاعي، تمام، واثبت المربع بالشكل ده. نفس الحكاية، خطط من كل ناحية. ارجع اخذ المتوازي امشي بنفس النمط، واحده متوازي واحده مربع. تمام كده خلص معايا اول صف. الصف الثاني هشتغل ازاي يا جماعه؟ هثبت الصنبه بتاعتي زي ما بدات كده بالظبط، لكن هخطط من هنا مثلا وهسيب دي مش هقفل هنا. ليه؟ لان انا هلون دي مثلا وهسيب الصف اللي تحت فارغ بنفس لون الارضيه، فانا مش هقفل من هنا يا جماعه. طبعا هتفهموا الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده بشكل نظري لما ابدا التطبيق بشكل عملي ان شاء الله. فانا عملت طبعا عملت كده اول واحده بدايه بالمتوازي، هسيب المتوازي اخذ المربع بتاعي، تمام، هثبته كده. ونفس الحكاية هاخد الخط ده، بس مش هقفل الخط ده يا جماعة، هرجع اخد المتوازي نفس الحكاية، ثبت المتوازي كده، مش هاخد غير الخط من تحت. تمام كده يا جماعة، كده زي ما حضراتكم شايفين عملت صف قفلته، والصف الثاني اللي مش هيتلون هسيبه مفتوح زي ما حضراتكم شايفين. الصف ده هو اللي هيتلون، فده الصف ده هقفله. هبدأ الصف اللي بعده هقفل، تمام. أنا عملت صف مقفول صف مفتوح، الصف اللي بعده هيبقى مقفول. هبدأ الاسطمبة بتاعتي بالشكل ده.
طبعا يا جماعه حابين نوع الحته اللي فوق دي، طبعا المساحه دي احنا قلنا ده تتلون قفلناها، فالمساحه دي تبقى مساحه فاضيه، لكن هيفضل عندنا حته هنا بس هناخد فيها خطين. هنبدا مثلا من المتوازي ده، المتوازي فنثبت المتوازي فوق المتوازي عشان ما تعملش اشكال مع اي حد بس ما اعرفش ننفذها. هناخد خط صغير هنا، تمام. هنبدا نجيب المربع، نثبت المربع، هناخد خط لغايه لما ينتهي الجدار بتاعنا، تمام كده. فاضل ان احنا ناخد خط زي ده هنا فوق عشان المساحه دي هتلون، فنبدا ناخد خط. فدول خلاص ده مربع ده متوازي، دي مساحه فارغه كده. اظن الفكره وصلت. هنكمل الديكور بتاعنا. طبعا احنا قفلنا واحده اللي تحت هتبقى مفتوحه. هنبدا نلاحظ المتوازي بتاعنا كل ما بننزل كل ما بيصغر. طبعا المتوازي مساحه صغيره، فنبدا بالمربع. طبعا يا جماعه بعد ما انهينا مرحله التخطيط بشكل كامل، الخطوه اللي جايه هنبدا نلون. انا معايا لون اخضر زي ما انتم شايفين، هبدا الون المربعات باللون الاخضر، تمام. لكن المتوازي المستطيلات هلونه باللون الكحلي. هبدا في البدايه الون المربعات ونرجع نشوف هنلون المتوازي ازاي. نبدا باستخدام فرشه صغيره. طبعا يا جماعه ممكن لو ما تعرفش تلون بايدك ممكن تلزق لزق حوالين المربع اللي عايز تلونه. بعد ما تخلص تشيل اللزق بتاعك. يا جماعه بعد ما خلصنا اللون الاخضر زي ما انتم شايفين بشكل كامل، هنبدا نعمل اللون الازرق في المتوازي باستخدام الفرشه بتاعتنا. انا حددت طبعا المتوازيات كلها بتاعتي عشان وقت الفيديو انا ما اطولش عليكم. طبعا يا جماعه ده الشكل النهائي بتاع الديكور بتاعنا زي ما انتم شايفين، شكل 3D
بأدوات بسيطة بطريقة بسيطة جدا، بيعطي يعني شكل نهائي جميل وينفع في غرف الأطفال، غرف النوم حسب المكان اللي نختاره، حسب الألوان اللي نختارها. لو عجبكم الدرس يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك شير، لو مشتركتوش في القناة شاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. نشوف حلقة مع أخي إن شاء الله، درس قادمة أفكار قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.